في الشرقية تم صباح اليوم مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمود مصطفى أبو المعاطي بوحدة أبحاث وعلاج السمنة والنحافة بكلية الطب بجامعة الزقازيق. وقدرت الدراسة حول استخدام أحد الهرمونات الناتجة عن السمنة في الحد من مضاعفاتها. وقد منحت لجنة المناقشة الباحثة درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف عن هذه الرسالة. المزيد في هذا التقرير. وحدة أبحاث وعلاج السمنة وحدة ذات طابع خاص بكلية الطب جامعة الزقازيق، حيث صدر قرار بإنشائها في 27 من ديسمبر من عام 2010. ويتعاون في العمل في هذه الوحدة 6 أقسام، حيث عقدت أولى جلساتها يوم الثلاثاء الموافق للحادي 31 من مايو من العام الماضي. مجموعة من الأقسام اللي لها اهتمام بالسمنة أو اللي لها يعني دور في علاج السمنة بتتعاون كلها في علاج مريض السمنة من كافة الجوانب، قسم البطنة العامة، قسم الأطفال، قسم الفسيولوجي، وقسم النفسية، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم الجراحة. كل واحد المريض بيتعرض ليه وبيعالجه من وجهة النظر الجراحية أو من وجهة نظر البطنة، بحيث أن في النهاية المريض ياخد أحسن عناية توصله إلى العلاج التام للسمنة. وتأتي هذه الرسالة لتكون إحدى ثمار هذه الوحدة لتلقي الضوء على مرض السمنة وما يصاحبه من مضاعفات، كمحاولة لإيجاد طرق جديدة للعلاج وتفادي تلك المضاعفات من خلال توظيف أحد الهرمونات التي تنتج من النسيج الدهني للحد من مضاعفات السمنة، وبالأخص مرض السكر من النوع الثاني الناتج عن زيادة وزن الجسم. هذا البحث بيتواكب مع الخطة البحث بتاعت الكلية وبتاعت وحدة السمنة إن شاء الله، اللي هو دراسة النسيج الدهني ودراسة مرض السمنة دراسة مستفيضة بغرض الحصول على معلومات مستفيضة عن هذا المرض كمحاولة لتفادي المضاعفات الناتجة عنه وإيجاد طرق جديدة للبحث وطرق جديدة للعلاج. مرض السمنة من الحاجات المنتشرة جدا في العالم كله في محافظة الشرقية. احنا بنحاول من خلال الوحدة ديت ان احنا نتصدى لهذه الظاهرة الغريبة والمنتشرة جدا اللي ترتبت على عادات الغذائية الخاطئة في بعض الوقت. فاحنا بنحاول ان شاء الله في الوحدة بنتقابل مع المرضى ومع الأصحاء بحيث ان احنا نحاول نتفادى هذه الآثار الضارة للمرض السمنة ونحاول نجد لها علاج إن شاء الله في العاجل القريب. الموضوع في منتهى الأهمية لأسباب كثيرة، على رأسها حداثة هذا الأمر، فهو موضوع حديث جدا، وده بيدينا ثقة في أنفسنا إن احنا بنواكب العمل العلمي أو البحث العلمي بأحدث أساليبه، ولم نكن متأخرين حتى عن الجامعات المماثلة في أوروبا أو أمريكا. فهذا الموضوع موضوع حديث جدا، والدراسة فيه دراسة حديثة جدا، وهو يشمل مناحي كثيرة. دراسة هرمون حديث جدا الكلام فيه وتأثيره على التمثيل الغذائي في جسم الإنسان. الحقيقة البحث اكتملت فيه جميع أركان النجاح، من اختيار الموضوع ومن مشرفين متميزين ومن طالب علم متميز ومتمكن، وموضوع حديث ورسالة مبذول فيها جهد ضخم وفيها كم من العمل غير مسبوق. دي فتحة لهذا الهرمون واستخدامه في الطب هيبقى له فوائد جامة، وإن شاء الله ربنا يوفق ونقدر نعمل أبحاث أكثر ونستفيد بكل خصائص هذا الهرمون. هذا البحث وأبحاث أخرى كثيرة نتمنى أن يتم التعامل معها بمنتهى الجدية، خاصة بعد ثورة 25 من يناير، ولا يكون مصيرها الأرفف بل مزيدا من الأبحاث والتنقيب لخدمة البشرية وخطوة في تقدم مسيرة البلاد من خلال الأبحاث العلمية الجادة. من الشرقية إبراهيم شكر، لأخبار القناة.